حتى لساعة قبل من المغرب ونوجد أحلى فطور بسيط ومغذي. غنوجد لكم اليوم طايلة ديال الأرز، طايلة ماشي بالفلفلة والطماطم ولكن بمكونات أخرى قوية وكتعطي البنة صحية. السلام عليكم ومرحبا بجميع. باش نحضروا الطايلة ديال النهار غنحتاجوا للملفوف، هذا من الخضر ديال الفصل البارد واللي نقدروا صدقوني نحضروا به العديد العديد من الأطباق. في آخر فيديو تقاسمت معكم فطائر تجي بزاف زوينة، يعني الملفوف كنت استعملته من بعد ما رقدته واحد 24 ساعة أو 48 ساعة في ديك الخلطة، وبعدها يعني كنقدر نستعملوه إما في الفطائر كاين في الفيديو أو نخمروه لمدة مثلا أسبوع أو أسبوعين، كيبقى هذا على حسب حرارة الجو، وكنستعملوه ديك الساعة في أي تحضير مثل السلطة. الملفوف اللي زوين فيه هو أننا نقدروا نطبخوه بسرعة حتى لآخر لحظة ونوجدوا به الفطور لرمضان. الله يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفاضل بإذن الله، وماشي غير في الكسكسو أو الدولمة. إن كذلك البسباس هو من خضر الفصل البارد، كذلك ما كيحتاج وقت كبير للطبيخ. طنجرة ديال الطين دائما نوجد صلصة بالقرع الأحمر أو القرع العسالي، يعني سواء كنقطعوها أو كنبشروها مع قليل من الثوم وزيت الزيتون وشوية ديال الماء، وها هي القاعدة ديال الصلصة كتجي بزاف بنينة بلا ما نحتاجو الطماطم اللي ماشي وقتها وغالية في الثمن وما عندها حتى المذاق ما فيهاش. كنضيف كذلك كما كتشوفوا هنايا عندي الجريج أو التخت كما كنسميوه بالمغربية ديال السمك اللي كنكون خزنته بزيت الزيتون، يعني داك التقاعد اللي كتبقى ليا كنستعملها كنكه بها كيعطي بنة رائعة. وحتى ولو ما كانش عندي السمك هنا عندي الهريسه الحاره المخمره، ما نقولكمش على الريحه جباره، فقط ملي كنفتح القاروره كتعطي واحد الرائحه رائعه. يعني الفلفله حاره اللي هي بصراني مشاركه معكم هذا كتسولوني بزاف ديال التفاصيل، كنرقدها يعني هي يابسه كنيبسها في الصيف كنرقدها مع الماء والملح، وها هي سهله وبالخف كتعطي واحد المذاق طب طب ديال الطب بلا ما نحتاج لا بزار مغشوش ولا ضامات البنة. نضيف من أجل اللون حتى البنة كذلك هريسة ديال الفلفل الحلو مخمرة دائما، ومركز الطماطم اللي كذلك مخمر. كل هاد التحضيرات كاين عندي في الفيديو ديال تحضيرات رمضان السابق، ونعطر هادشي كامل بالتوابل والأعشاب وكذلك باش نساعد على الهضم. عندنا الملح والزنجبيل رشة القرفة والكبار والكزبرة اليابسة والكروية والكركم، واللي بغى يقدر كذلك يزيد الثلاثي الهيل والباديانة والبسيليسة كتعطي بنة مع الأرز كتهبل، شوية ديال الزعتر والأزير مطحون كذلك. نعاود لكم واحد الطريقة، يعني واحد السيدة جات لعندي كنت كنوجد الغدا شافت بأنني كنقطع في البسباس وقالت لي أنا ما كناكلش البسباس منذ طفولتي. قلت لها بصح ايوا صافي، وانا بيني وبينكم كنموت على التحدي، يعني كيعجبني التحدي كيحفز عندي هرمون الدوبامين وحتى السعاده. وجدت الطايله بنفس الطريقه وحطيت للسيده كلات ما شاء الله بصحتها وراحتها. قالت لي من هاد الارز كاين شي حاجه شي بنه غير عاليه، يعني سبحان الله العظيم ما عمرني كيت بحالو. وقلت لها واش عجبك؟ قلت لها بصحتك وراحتك البسباس. ايوا من تما وانا دائما كنضحك كنقول لها ايوا مازال غتاكلي ولا لا؟ قالت لي بهذه الطريقه غادي ناكلو. ايوا عطيت لها الاسرار باش تقدر تاكل هي والناس اللي معاها اللي كذلك ما كياكلوش البسباس. كنضيف الماء الغليان حسب كميه الارز، وهذه الوصفه كنحضرها كذلك باي نوع من الحبوب، مثلا كنحضرها بسميد الشعير المخمر قبل الطحن او اللي كنسميه بندق. نخلي الكل يطبخ على نار هادئه وفي انتظار يوجد لنا هذا الطبق، هذا نكونوا كنحضروا سلطه بالخف مغذيه وبسيطه. الاساس فيها هو دائما خضر فصل البارد، يعني فصل الشتاء. هنا دائما عندنا هذا اللفت اللي مظلوم واللي ما كيبغي حتى حد، واللي هو اللي غيقوينا على هاد الفيروسات ويعني وهاد الاشياء اللي كدور بيناتنا، لاننا كنحتاجوا بعد يوم كامل من الصيام الى مواد تعطينا الحياه في الجسم وليس مواد تدمر لنا الجسم. اللفت اما نحكوه او نقطعوه يعني بالخف مع صلصه نرفعوا المذاق، ولو نوازنوا المذاق مع صلصه ديال البرتقال والزبيب ويعني بذور القرع العسلي او الاحمر، يعني القرع العسلي البذور ديالو يعني الزريعه ديالها كنطحنوها كتعطي واحد نقول لكم واحد النكهه رائعه وفيها طاقه دهنيه رائعه هي اللي كنحتاجو بعد الصيام.
كنتهوها كذلك ونعطروها بالاعشاب، شويه الزعتر، شويه الازير، شويه ديال اليانسون والشمر يعني حبه الحلاوه والنافع، وعندنا كذلك المعدنوس او البقدونس، وبلا ما نساو الكبار كذلك والقزبره اليابسه والخروب، وكذلك نقدروا الا بغينا نزيدوا قيمه غذائيه اكبر وطاقه دهنيه اكثر هي حفنه دي صغيره ديال الجوز او اي مكسرات عندكم. وها هو كما كتشوفوا الطبق ما شاء الله ديال البيله بلا مستئنسها من المغرب، ومكونات ديال الفصل البارد. نضيفوا عليها قطع من السمك المخزن في زيت الزيتون، او اذا عندكم سمك نقدروا يعني نطبخوه مباشره ونوضعوه مباشره في القدره من الفوق ديال الارز. وها هو يعني كان دائما حنا عندنا قاعده يعني ولفتها لراسي والاولاد ديالي، باننا دائما كان يعني كنرافقوا بالبصل الاخضر الطري. وها هو يعني الطبق ديالنا ساهل وما كياخذش وقت حتى الساعه الاخيره، وبصحه فطوركم.